قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا كلنا نعلم أن للكذب أسرار قد تكشفه وقد تكشف صاحبه، فما هي هذه الأسرار وما هي الدراسات العلمية الحديثة التي توصلت لهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاول العلماء كثيرا اكتشاف أو اختراع جهاز لكشف الكذب لاستخدامه ضد المجرمين، ولكن كل المحاولات فشلت. لماذا؟ لأن هذا المجرم كان يتغلب على هذه الأجهزة، فبدأوا حديثا في العصر الحديث يفكرون بالدماغ. قالوا إن المجرم يستطيع أن يتحكم بدقات قلبه وبنسبة التعرق وبضغط الدم ويبدو هادئا وكأنه صادق، فقالوا سوف نذهب إلى الدماغ ونصور هذا الدماغ ونرى ما الذي يحدث عندما يكذب الإنسان. فجاءوا بمجموعة من الأشخاص وقاموا بإخضاعهم للتصوير بجهاز يدعى جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. هذا الجهاز كيف يعمل؟ يلتقط المنطقة التي تنشط من الدماغ ويقوم بتصويرها وإظهارها بلون مختلف، فترى على أجهزة الكمبيوتر على الشاشة ترى مقطعا عرضيا في دماغ الإنسان والمنطقة التي تنشط أثناء الكذب تحديدا. وبدأت التجربة، فكان هذا الإنسان عندما يتحدث الصدق تقريبا الدماغ كله منسجم في عمله ويعمل بهدوء وطبيعي. نعم، بمجرد أنه بدأ يكذب تبدأ منطقة في مقدمة الدماغ تدعى بريفرونتال لوب، الفص ما قبل الجبهة الذي هو خلف الناصية مباشرة. مقدمة رأس الإنسان تدعى الناصية، فالمنطقة الخلفية وراءها مباشرة من الدماغ في أعلى ومقدمة الدماغ تسمى منطقة الناصية. هذه المنطقة تبدأ تنشط أثناء الكذب سبحان الله. ولاحظوا في دراسة أخرى أيضا كانت تهدف إلى تحسين اتخاذ القرار لدى الناس وتدارك الأخطاء أثناء اتخاذات القرار، وهذه تهم رجال الأعمال طبعا. طبيعي. فماذا وجدوا؟ وجدوا أن الإنسان بمجرد أنه يرتكب خطأ ما فإن هذه المنطقة ذاتها الناصية تنشط بشكل كبير سبحان الله. سبحان الله. ووجدوا أيضا أن هذه المنطقة هي مسؤولة عن القيادة والتحكم بالتوجه ومسؤولة عن الكذب والخطأ لدى الإنسان. دكتور عبد الدهيم، كيف أشار القرآن الكريم والسنة النبوية لهذا السلوك؟ نعم، الحقيقة سلوك الكذب سلوك سيء جدا، نهى عنه القرآن والسنة المطهرة. الله تبارك وتعالى قال ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. هناك آية عظيمة في القرآن تحدد لنا قبل 14 قرنا تحدد لنا مكان الكذب ومكان الخطأ، وهي منطقة كما قلنا بريفرونتال لوب أو المنطقة الجلد. منطقة الناصية من الدماغ. الله تبارك وتعالى قال في حق ذلك الملحد الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنأخذنه من ناصيته. ما صفات هذه الناصية؟ ناصية كاذبة خاطئة. انظر،
أشار إلى أن هذه الناصية هي المسؤولة عن الكذب وعن الخطأ، عن الخطأ، وهو ما أثبته العلم الحديث في القرن 21. شكرا جزيلا دكتور عبد الدايم، بارك الله بكم وجزاكم كل خير ونفع بكم. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر.